بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش كبرايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي خدي أم جاشتن إيج ببش كشكرنا خلاك كادي إج برنامج ما باوري أمي فيش خديت كين إجباني ويبلند أو باوري ما أبخامكم بكتن امی ویش خودت کین ول مبکتن ام سروی باوری بجین و ام سروی باوری بمرین و حشر ملجل اهل باوری بیت کرنه ام بچین اب دری سپی دیون رب العالمینی اب سرکشی پیغمبر خود صلوات خود سربن رب العالمین خلاتش همیا مصر پرسق مبکتن مب سلامتی بکتت بحشتا خدا وش من راضی بتن ام بردوام این سر هندیکو اسلامتی گلک يعني اهتمام يداي عقيدة بيرو باورت مروفي إيمان مروفي يا باقجو بجيم بتن شنكي هم تشتش في درد كبن اگر ايك قل جرى بچيك اك دي ترستن بچيكا هي دي بابتو يترسان دشتشتاكي يا چود سريوي دا اجوي تشتي ترستن دي دماهيك والي ات وكي راد بتن جيانا خدا مزن جد بت هر شوي تشتي ترست بوچي چنكي باوري الدفي افا ازيتا افا نخوشيه اجبر هندی اسلامتی گلک اهتمام میادای هندی گلک یا فرور گرتی که ام گلک یعنی بس خود ناز بکین دوی دنیای دا او فایده المروفید کتن و او ضررید کتن بیوی کس نشد چو فایده المروفی بکتن بیوی کس نشد چو زیان بگهینت مروفی هر تشتک دوی کونی دا هاتی کرنی نل دنیای بتنی دوی کونی همیه دا او بحث کرناویه اوی رخصت یادایی بیوی چه نبیه اوی یاوی ایلا مایه چه بی و هر تشتا که چه نبی جی هر دیساوی نبیه چه بتن هکر اف کون همی اب مخلوقات همی پیگ و بین که شولکی بکن و رب العالمین حسن کتن او شول چه نابتن اش بر هندی ام خواب وان تشتا و گره ندین دائما خواب خودی و گره دین دائما بجنیا ربی تشد وید او تشتوی گوتی خواجب دپاش اموی بکین اوی گوتی بکه اموی شولی بکین خواجب دا پاش خواجب دین پاش اوی گوتی بکه وکی آیت قرآن بگوت بشت وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو او تشتی خودی گوتی و بکه پیغمبری گوتی و اجدف خودی بکه و اوی گوتی و نکن گو خب دن پیغمبری اذن سروان تشتا ام یعنی بردوام این سر هنده که او تشتی بشت اولا فلان تشت یعنی اواجی برکت آن نصیب مروویت وی تشتی دا آن اف تشتا وصان نخیر نصیب او یا خود دینای برکت او یا خود گوتی و پیغمبری وی گوتی صلافت خود سر بم و دیار کری و جسر هنده کبت به جغلاوه دارا که وکی مت حدیث برینو که دا گوتی صحابیت پیغمبری صلافت خود سر بن گوتی یا رسول الله دارا که الواندرا هبی کو مبری تشتید خواستی لحی خواب پیوت کرد تش بو مدارا که دین امجی ابو خدا این نیا پیغمبری صلوات خود سرمون گوته اول رکاوان امتان ادبری نو که چوا چون عقیده وان پیش بی عینن هیجی وی رکت گرن دو سوانان و افتش تا چی نابتن اذا سر بسرمانی و سر مزند بسرمانا زانایت بسرمانا حاکمت بسرمانا اوان منکرات راکن اوید کو عقیده ایمان امرووی ضعیفت کتن هنده تشتات کنتی دا کو ایکی دی جیه هی بجا دار بت برد بت عرض بت عصمان بت مروف بت يعني بقو چند بتن ايكي دي جيه هاي اتشيت فايدة المروف بكتن وزرار المروف بكت افا بيت السر هزرو بيرت مروف رابطن بس خودية في كوني بريفت بتن الفيري اكي پیغمبري صلاة خود السر بن بحسي قبرا كري پیغمبري قال اهتمام داي هرنسي سرا قبرا بدن ريزي القبري بكرا پيلي ننن كيلا وقت بشتتو پيل قبرا كبني هر وكتا بيل خنجرة كي ناي البني بيتا درك يعني لبدتن وز والبشتا بيتا درك هفتن بوتا تشيترت بيل قبرة كي بني هنت الرئيس يابو قبرة قرتي هنت الرئيس يابو زيارتا قرتي هرن سرا زيارتا بدنو بيرامت إن الأخرتي بس أف زيارتا أف قبرة نبجي هندي والله أفا الترسة يمرو في الترسينة قالك الناف خلقيا بلا فابيد بجن إيكودو وطبعا دراوة أبت شو أصل أساس بنينة فلان زيارت بزنات هلاويستن حيوان بشاخيت هلاويستن فلان تشتي شوي نافدا يمري ابدا ابد روى وزيارات نشتن شو شولا بكتن وزيارات هكي باج بتن مادي خرابيا كتن حيوانات
بيزارو بي ازمان وكي ام بيجن دي شاب شاخه هلاويستن حيوانات شت زانت افا خرابه شت زانت افا زيارته حتى في اخفتني في تهمي بديف زيارتي وكن ان ديف ايكي وكن يباش الويري افا همي ببختينا افا همي ببختينا دراوه مروفي باش ساخيه خا خرابيا ناكت وجا وقت مرش نيكا دي بزنا هلاويستنو ش چی چون آب دیکوشتون و گاده هلاوی ست بشاخا و اوه بیرو باورت یه تخلطن گلای دیش چیت راستا زیارتا کی بلا رز و احترام تو بو بگری و امروف چو راستا زیارتی و صلاف بکتی و اوه زیارتا و هر وکی از بر یعنی هنده امروف رابونی بس ولی شنابت لازمتو سیاره بخواره انتوش دواره بخواره اف زیارتا هنه یه بهن تنگه گاوا ایکل البرابوري يعني دي مصيبتك ان سري اف الشركه اف كفره اف ابدا شينا بزياره نشر تشتكي بكتن شكو هر تشتكي بكت خدي يا غوتي دي شو رابطن في شو لكت يا هوجي وكي بيغمبري غوتي صلوات خدي سر هوجي دعايه ميا وجا اي بيغمبري صلوات خدي سر من بحث امام علي كر خدي جراز غوتي يا علي هر يعني قبركش حدود دركتي یه اسلامی گویی یعنی کیلونو و آخه یه زده هر خراب که یعنی جارا کدیبینا سر حدود هنده که اوی زیارتی بس آخو کیل یعنی لیه هبن و امام علی افتشتای کری صلافت خود سر بن هر سنمه که هی هر روی سنمی راکه هر تشتای هی یعنی هر نهیل اوکو عالم هزرکی بود کتن امام عمر خود جرازی بتن برای خدای خلق یه چن بنوي داري او دارا بيغمبري بيعل سر كريس بن كري لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم وحتى دمهيك اياتي رب العالمين بجتن شوي والرازيبي وكي وبيعل ديال بيغمبري كريس صلافت خذ السر بنوي داري خدش والرازيبي نوي داري كري بجن شجره الرضوان تقول قران داياهاتي يعني بحسي خدش والرازيبي بشتی پیغمبری صلوات خود سر بن بسرمان گله چون بنوی داره و او او داره و ما بیع الجل پیغمبری کری صلوات خود سر بن و ام یعنی قیمتك بو وی داره دینا امام عمر خود جرازی بتن اینا چه کر گوتی اوا دی بت فتنه صبحی دی مستر لیت اوا زانن داره اش دی وانا عیال وان درکت دی معلومات توان کمتر بپیزانین توان یه دیتر دمایی که دی وی داره ولیکن دیکن مقدس و احتمالا مزگتا گل بر آواکن و احتمالا یعنی ایک نویرت خانی زیگ بکت و اواف داره امام عمر خود جرازی بتن گوت هر نوی داره ببرن او دار بری گوت دا بهنا شرک جینه ایتن گو اوی داره جتشتکی هی یعنی نوک دارانه لازمت بزان دار داره پیغمبری صلافت خود سر بن بیعیه کری خلاص داره کش دارانه پیغمبر سر عردی بر روش شوی لازم همیو عردی بینین همه یعنی بجین برکت پیغمبر صلافت خود سر بن ام دوی تشتی که این برکت او پیغمبری گوتی صلافت خود سر بن مزگتا حرامیه مزگتا پیغمبریه مزگتا قدسیه اوانا خصوصیتا که های چکو پیغمبریه گوتی صلافت خود سر بن اما مزگتا دیتر دنیای همیه وک ایکن امام ترتوسی خود جرازی بتن اش علام فقهای دقلکت مازنه بشت أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البر أو الشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرقة فهي ذات أنواط فاقطعوها أبا آخفتنا كيا أبي إمامي هندمازن بشت هرجها كي وديتن دارك عالم قصدت كتي وقيمتك مازن بودي في داري أبا بقيمته وعالم اتشد بروي داري بيشتن بخد دعاء الفيري بكن دعاء الفيري قالك بقدر قيمة دي امش ايشا خلاص بين دي رب العالمين سلامتي بدت افا دارك بركتي وعالم ان بزمارة اللي بدتن ان تشتي جيفاكتن ان تشتي بيفاكتن بيشت افا شوية قوتي ذاتو انواط او بيغمبري قوتي صلاة خد السربن هشيار بن بني اسرائيلي يجي وكي قوتي موسى بيغمبر صلاة خد السربن بما صنامك دينا ام عبادتي بكين وكي في قومي صنامك هاي عبادات بوتكن اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قوتي فاقطعوها وداري ببرن افا كشكا افا يعني امامك اش فقيهة مظن ودف اخفتنا امام عمر خد الجرازي بتن اذا بشت عن المبرر بن السويد صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح فقرأ فيها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلاف قريش قلت من البشت امام عمر خد الجرازي بتن فيجا سبيدي المكة هي مكر
إمام عمر ألم ترى كيف الركعة إكيدا خون نفجا سبيدي ولإلاف قريش الركعة دويدا خون ثم رأى الناس يذهبون مذاهبة فاشي قوتي عمري برا خضايا عالم يا يعني تشتن هند جهد دي تري هريكي برجها كيفا شو فقال أين يذهب هؤلاء يعني بشتي نفجي وتي كان يفمروا فمروا كيفا شون دائما يعني إنسان من جه نفجي دا بخد ذكريت كيت ودعات كتن فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه قلت يا أفمر ويتشون يا أمير المؤمنين مسجدك الفيري بي بيغنبري نفشتي ذات كرن صلاة خذ السربن أو هم يتشون وي مسجدتي قلت أمجد نفج الفيري كي أبا بيغنبري كري هنا إمام عمر شو قلت أفي تلميذ بيغنبري صلاة خذ السربن شاقر ديوي وبيغنبري جرازي بي سر الدنيا وحي بهاتي أبا أهلي بحشتي والدف بيغنبري الرابي صلاة خذ السربن يبخش بيغنبري ورقرتي إيمانك صافي أبا أخفتنا إمام عمر بي بيغنبري صلاة خذ السربن مزقتك نفجت كرين بصرمانج شون وي مزقتي قلت أمجد نفج الفيريكين ديارة أبي مزقتي تشتكي زيدة يهي إمام عمر أفا أخفتنا قلت قلت مس قلت إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا قلت أف أمتي تبرينوك شون هلاكي السرد شون أبوان تشتا فلان بيغنبري فلان عرضي هوكي أمجدي هوكي طبعا هكا بيغنبري قلت بس صلاة خذ السلام أف تشتا بركتا أف خيرا أمجدي بيجن بركتا مش داف خودت آخفة بس وقت بيغنبري نقوتي صلاة خذ السلام أمش نيكا تشتاكي بركات بخين أمش نيكا تشتاكي بين أفا جهرز وأفا ديا أفا تشينابت أم دين بدعة ديني دانينا دين شنابت مروف ديني زيادة كتن مروف تشتا نيت ديني دابكت يا ديني يا إسلامتي اتباع كا خده چه قوته پیغمبری چه قوته صلافت خود سربن نشوه كيمت كين و نزيدت كين ديگو خدينه انا امام عمر هات اف اخفتنا قوت انما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ها امت تبرينوكا چون هلاك عقيدة وان فاسد بي ديني وان پیج بي استرقا پیغمبری تخوا درکتن هاب فانتشتا تذكرن كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم دا شن كاد دين دوسا بيغمبري تشيا وقت التعر دي بريفات شو أوش دال دي فيرتشن ويتخذونها كنائسة وبيعا وداويج هيكين تشي ولا بيغمبري الفيري الروستاي أم داويج هيكين جهي عبادتي كنيسة كدينين بيع يعني يجهي كنيسة جهيت فلان وبيع جهيانا يعني جهيت عبادتي مزقت جهيت منا فمن أدركت الصلاة منكم في هذه المساجد فليصلي يعني إمام عمر أفاخفتنا قلت يعني ذي بوشي في مزقت هلن شن مزقت أكادي تري هركسك عينا أبا أمل ديف يا أمتي تبرينو كشوين أوان جديف دوسا بيغمبر دوسا بيغمبري شعر ذي بيغمبر نشتخواري دوسا بيغمبري برامروف دي بشت كاتشغوتش حقيش نحقيش حلاليش حرامي اش ايمانو بيرو باورا افاشن دوست بيغمبران المرو بالديف بشتن اقتداء بي بكت شاف لي بكتن نل ديف بي بينغافت خوكا بينغافت خو هافت ناكيدري او درب خير او بركتا اگر قوت بتن بلي خير او بركتا اگر نقوت بتن او جوكي اخا كادي تري وكيا دنياي انا امام عمر شقو قوتي حچش شوان نفيجاوي هات كيش مزقته هبتن بلا جهشت مزقته بلا نفجا خلوه ريبكت نشت شو مزقته ديتري ومن لا وهكر أفن أبتن فليمضي ولا يتعمدها بلا بشتن وبلا عمدا بشتن بشتن ها أزل فيريكم أفاتي جهشتنا إمام عمر أفا حرص إمام عمر خده جرازي بتن سر عقيدة خلقه باورية خلقه بخده يا صافي بتو باقج بجيم بتن وإمام عمر طرصة شهندك وزيدهي بيت كرني وانحراف بيت كرني شريكا بيغمبر يخوا دار كيفن فدن في رخي رخي تشابي اني راستي دار بري نهيلات شن بيش دوي مزقاتي همي مزقات واك ايكن سي مزقات ميت هين خصوصيات هين مزقاتا حرامي ويا بيغمبر صلاة خذ سر المدينة ويا قدسي اشفانا دار كن او مزقات الدنيا همي واك ايكن فرقينينا شنابتو بيش في مزقاتي ازيك شم افادي تري ام دين عند صحبتي اللي دينك عندك اخفتن تهين بهنا شركه جيتتن نا شركه بس بهنا شركه جيتتن اوانجي لازم باش ام تشياربين دي شو هالشياربين بيغمبري ام تشيار كين صلاه قد السربن بيغمبري يقول تي هالشياربين قال لي بصرمانه ايش عندك اخفتنا عندك لفظ عندك كلمه تهين بادبيه الجل خده وبيغمبري صلاه قد السربن بادبيه الجرب العالمين تو في اخفتني بيجي
او تشتنه بوش پیغمبری و گوته دا اف عقیده ها اف بیرو باورت ها و کی امتت بری نکلی نئن هر یک تشتکی بیجتن و انحراف کت دینی وانا دا و دینی وان پیج بی کتابت وان پیج بی رب العالمینی گوته با حقیت دا نما باطلیت دا یه اویدی بی و بهيلن ورب العالمين بيشتين كي بيغمبر ايدي هنار صلافت خذ السربن كتاب ايدي هنار بيغمبر بي صلافت خذ السربن هالشياري فان آخفتن آبن او آخفتن چنا ايكي شوانا اويا بيشت ما شاء الله وشاء فلان حكر خذي حسكر وفلاني خذي حسكر وفلاني بيشت شينا بتوي آخفتن بيجي وكتو بيجي هكي خذي حسكر وفلاني معنى او فلان جي تأينا راستا خذي خذي وفلان لازم تشتكتنا بين فانا دا هابتن افا كيمترش تا افا اينا رزا رب العالميني افا بشينابتن او بسم الله وكان بجب ناوي خدي او بجاتو بجب ناوي اميركي اب ناوي ملتي اب ناوي قومي تفيجي بسم الله ناوي خدي شتش نائت رزا رب العالميني وكي جلك يعني علمانية عالم اسلامي وكي بسم الله يتكندي بسم الشعب اب ناوي شعب اب ناوي ملتي اب ناوي شعب و ملت و شرک و چینا به دغدغه خب دیم پیغمبری چی گفت صلوات خود سربن اول ویری بیشتر ما شاء الله و شاء فلان هکر فلانی حس کر هکر خودی حس کر او فلانی اول چینا بد او پناه خودی او پناه فلان تشتی اول چینا بدن بوچی پیغمبری انکار سری تشتی کرد صلوات خود سربن هشیار بن وی نکن و کی مرو بکی دف پیغمبری چی گفت صلوات خود سر بگوتی و کی تو پیغمبر خودی حس کی تو خودی حس کی تو او پیغمبری بی ها گوته تأسینم رضا خودی تأسینم رضا رب العالمینی لا تقولوا في نبجه ما شاء الله وشاء فلان هكا خودی حس کرو فلانی حس کر ولكن قولوا ما شاء الله هكا خودی حس کر ثم شاء فلان ناچه بتواوی بیجی خودی او فلانی اوه هر دو رزه که تا اینان لازمه تو شلی بگه بجه خودی حس کر او پاشی هکه فلانی جی یعنی خودی حس کر اوه آخفتن اوه خودی خلاص اش بلیا پشتیا خودی بجه فلان کسی جی یعنی او جی تاییدا گوتنا خودی او جی هاری کاری یعنی بو یا رب العالمینی اوه درسته اما تو بجه خودی و فلانی ناچه بتن خودی مثلا میانه که هی ما خودیه که هی خودیه ما خودی میاو خواهاری کار میاو او هاری مت کتن او تو شی بجی ولا فلان کس جی پشتی وی پشتی خودی او آخفتن که گل اکلاو مت کردواری ده های اگر خودی حس کت و پشتی خودی و پشتی خودی فلان تشتی دی جی او جی آخفتن که علاوه ای اف حق او چینا به تو بجی خودی و فلان اگر ما خودی نبا و فلان نا چی بد و آخفتن تو بجی بس خودی کس ناگهتن درجاوی آخفتن که دی تری اویه لولا الله و فلان هکه نه خودی با فلان فلان تش دایت سریمه اوجی چی نابد معنوی تا او فلان جی اینا رضا خودی هکر خودی نبا و فلان اوجی چی نابد آن من اعتماد خویلا پی بیا خودی دا خودی و فلانی اوجی چی نابدن او وکی وان آخفتنا اوه نه معنوی بس اف آخفتنا بتنه نه ابن عباس خود جرازی به تفسیر و آیات بیشتن فلا تجعلوا لله اندادا بو خودی چو هفرکا چینکن برام بر اوه خودی یا ایکی دیش بین رزاوی ند مقابل او جی وکیوی چو اوه گاوی رئیس دی چن مقابلی ایکو دو دل مقابلی ایکو دو راوستن دی اوه جر رئیسه اوه جر رئیسه کس نینا بیتن رزا رب العالمینی أبا بيشتن أبي أخفتنا نبيجن بيشت الأندات هو الشرك هو والشرك ند يعني تش إكديجي إنا وقتها إنا رزق رب العالمين أبا بالشرك بيشت 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 الشرك والشرك شتشت أخفى من دبيب النمل يعني أجر مروف في الشيار نبت الشركة بيشتن هند مروف كتوم مروف هاجنين وكر رفتشونا ميريا كي يقول دنجي بيت ميريا بتن على صفرة على صفات سوداء عسر عردك يعني يرش كبرك يرش في ليلة في ظلمة الليل شبكة طاري كشوا مروف قول بيجنا في ميري نابتن شبا طاري سر براكي بشتن وصى الشرك تتن جبر هندي بيغمبري قال جرى صلافة خذ السربن يعني شامدا بيجي يا رب انتم بارز شوي الشركة او اتزانم ومبارز شوي الشركة او اسنزانم اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واعوذ بك من ان اشرك به
ما لا أعلمه. يا رب تو مش في شركة بارزي أو أزانم أفا شركة تو مش يادش بارزي أو أسنزانم معناوه هند لازم مروف يهشيار بتن أنتو في آخفتني بجي يعني بحياة رب العالمين سين بخب يا خده ويا فلاني أفا شي نابد أم حياة أخوه يا خج بيني أنا أخفتنا كناف عربة ضاهبي مش لولا كلبته هذا لا أتانا اللصوص هكا صايفي نبا طب تذكر إنما چی نبوده وی آخفتن بیجی؟ هکر نه خودی با خودی نهیلا دزیبین خودی نهیلا ون آخفتنا ابداً ویت مروف نبیجتن آخفتنا یک بیش هوال خواه ما شاء الله هو شئته هکر خودی حسکر و تحسکر نه چی بد ما شاء الله هکر خودی حسکر و پاشی بیشتی هنگی بیشتی یا خودی بیشتی حسکر نه خودی یا فلانی جی عن افا بلا بلا وی آخفتن بیجی وقول الرجل لولا الرجل وفلان هكا فلان ظلم نبا وفلان بشت أفا همي شتشتا أفا الشركة أفا الشركة لفظة كادي تري كم روف نوفت خدي دين السر هندك مروفة إمام أبي شريح خدي جرازي بشتن نوفي بكربي أبا الحكم يعني بابي حكمي إنا بيغنبري صلاة الله عليه وسلم قلتي إن الله هو الحكم وإليه الحكم خدي حكما وحكم بوي الزفرة چه ناوي كوريتا حكم بتن أمي ناوي كوريتا كنشي ناوي كوريتا دا ينسرتا ناوي شرايح بي قلتي أبي شرايح أن أبا شرايح بابي شرايحي أن يعني في أخفتني بيجتن ابناوي كش ناوي عيالوي طبعا ما صحبت هجاء سرفيشن دي هي وقت ما هندا الريدا ان شاء الله افيد ترجع من تمام كل هندا لفظ ديجيتين تش ديجيتين اتخلكت بدا غير خدي حسكتن ام دي ديار كينو اشكرا كينو حتى خلكك ادي خذ اليا المهام يابتن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.